فنحن ملاحظين الهجمة الشرسة، سواء كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام، كل تخوين وإهانات في الطبيب. ناهيك على ان نحن مراكز العزل بتاعنا سواء كانت في برج الامل او في الهواري او في عياده الفلتر، احنا عندنا العياده اللي تستقبل في الحالات وتشخص فيهم في مركز بنغازي الطبي، لا يوجد فيهن امن، ما فيش رجال امن يمسكون على الاقل في الناس. ولاحظنا الهجمه الشرسه من المواطنين، يعني اي مواطن جايب حد معاه لازم يجي هنا الطبيب هنا الممرض يضربوه. انا عندي برج الامل كل يوم يصلح في القزاز بتاعه، كل يوم خشين مكسرينه، فتركوا الأطباء بروحهم. هذه رقم واحد. الإهانات اللي نلقوا فيها من الإعلام، هتلقى صفحات التواصل الاجتماعي تهين وتوجه في التهم والخيانات والتخوين والسرقات للعناصر الطبية واللجنة الاستشارية. الصفحات هذه معلومة للجهات الأمنية، صفحات من 2011 قعدت.